السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتعلم ازاي نلف مقبض السكين، يعني وليكن هنلفه على نفس الديزاين اللي هو جاي بيه او نفس التصميم. كل اللي احنا هنحتاجه مقص، وهنحتاج ولاعة تبقى شغالة، وهنحتاج لون الخيط المناسب اللي احنا هنبدأ نشتغل بيه. وليكن احنا هنشتغل عليه بالاسود، هنخليه كله مثلا شكل واحد. تمام، نبدأ كده، وممكن نضيف للاسود احمر. خليني بس اجرب العبس كده معاكم، نفتح كده اهو، نبدأ نقص حتة سودة بتاع 1.20 متر، وعندي حتة حمراء هنا ممكن نلحمهم في بعض نعمل شكل احلى من اللي عليها. نبدأ كده نفك الشكل بتاعها. طبعا نبدأ بقى نشيل الكلام ده كله، مش عايزين منه اي حاجة على النصل اهو بالشكل ده. ده الخيط القديم اللي معانا. بقى معانا النصل قطعة ثابتة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا مش النصل ده ولا الشكل ده بس اللي تقدر تعمله، تقدر طبعا سكين زي كده يبقى معاك تعمل له ميدالية باراكورد بالشكل الجميل ده، او انك تقدر يبقى معاك برضك حتة فول تانك من شركة جيربر زي ما انتم شايفين، بيعمل لها حاجة خزعبلية كده. طبعا الحد بتاعها مراية، وتقدر انك انت حاجة زي شركة سيفيفي تعمل الميدالية دي. الميدالية ديت الاصلية بتاعت الشركة، لكن انا ممكن اعلمكم تعملوها في البيت بكل سهولة. طبعا القطعة الجيربر ديت والقطعة اللي عليها حفر ليزر شعار القناة ليفو 609 دول كان بعتهم لي الامير فهد من ضمن مجموعة. تمام، دي الميداليات اللي انت تقدر تعملها. شايف الشكل ده عامل ازاي؟ لكن احنا هنحاول نعمل نفس الشكل. فهيبقى الخنجر معاك كده، هتجيب القطعتين اللي انت قطعتهم، هنبدأ نشيل الخيط الابيض اللي جواه ده، احنا مش محتاجينه. هنبدأ نسلته من الخيط كده يطلع معانا بكل سهولة اهو، ده احنا مش عاوزينه خالص، ممكن نستخدمه لحاجات تانية لكن حاليا لا. وعندي قطعة حمراء صغيرة برضو، هنبدأ ان احنا نشيل كل الخيط الابيض اللي جواها. تمام اهو، برضو الخيط ده مش محتاجينه في اي حاجة. بقى معايا الخيطين كده. طيب نقدر نلحمهم ازاي؟ نجيب بالولاعة كده بس نشعل الحتة دي، لفها كده على بعض، نبدأ نجيب دي نحطها جواها، يعني بعد ما لسعنا دي ندخلها جواها كده زي الإبرة، نديها لفتين ولا حاجة بحيث ان هي تتعمق جوه الاسود شوية. اهي بقت واصلة لغاية هنا، اهي بقت واصلة لغاية هنا. نبدأ نسخن على الاسود شوية عشان نربط عليه بالظبط كده اهو بالشكل ده. بقت دي معانا وصلت لحام بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين. نقدر نديها بردك شوية سخونية اكتر، ايوه كده ظبط اللحام شوية اهو بالشكل ده كده كده لحمه على بعض. تمام، هنديهم من المنتصف. هنيجي من هنا كده هنبدأ نحط الشكلين بالشكل ده اهو نص في نص. هنيجي نلف السلاح من الناحية التانية، هناخد دي الأحمر هيرجع من مكان ما جه، يعني الأحمر راح كده هنشبكه مع الأسود ويروح يرجع كده، الأسود يروح الناحية بيروح من نفس مكانه والأحمر يرجع كده بالشكل ده. نبدأ نشد عليهم لغاية ما يتوسطن بالشكل ده اهو كده،
ونرجع نروح لفين النص للناحية التانية. كده احنا عملنا ده اهي في النص، نبدأ نروح لفين النص للناحية التانية، وبرضك نفس النظام نعمله، الاسود يلف ويرجع تاني، والاحمر يلف ويروح تاني مكانه اهو. كل جنب بيفضل ثابت على الجنب اللي هو فيه اهو بالشكل ده كده كده. ونيجي هنا روح عاملين برضك نفس الحركة، نرجع كده بالاحمر والاسود هو اللي يروح كده بالشكل ده. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، كل قطعة انت بتاخدها على مكانها تاني، يعني الاسود بس يتلف كده، الاحمر يجي الناحية التانية، فك الكعبلة بتاعت الخيوط دي لفت على بعض، ايوه يجي بالشكل ده، وتبدأ ان انت تشد عليهم كده اهو بالشكل ده، وتعدل الباراكورد بتاعك عادي جدا اهو بالشكل ده، تاخده كده تاخد ده كده اهو، تبدأ ان انت تظبط العملية دي وتلف كده تاني اهو. تبدأ ان انت برضك تظبط اهو بالشكل ده زي ما انت ما شايف قدام عينيك اهو بالشكل ده، لف كده بتلفهم على بعض، تاخد ده من ورا الاسود عشان يبقوا ايه مشبوكين بالشكل ده كده اهو اهو، برضك نفس النظام من هنا كده بالشكل ده، تاخد كده. طبعا بقى ايه انت تقعد مع نفسك تظبط كل المقاسات بالظبط، انت قاعد بقى لا بتسجل فيديو ولا قاعد راسك مشغولة في صورة ولا في ده ولا في ده، انت قاعد بس تنجز المهمة بتاعتك اهو بالشكل ده، تقدر ان انت تعملها بكل سهولة اهو. يعني انا لو ما بصورش وكده خلاص، نبدأ ان احنا نشتغل كده اهو، تظبط كده تلف الناحية التانية تديها واحدة، تظبط كده لا ارجع ارجع ايوه، تظبط كده بالشكل ده اهو، طبعا الباراكورد يلف منك، تبدأ ان انت تعدله عشان ما يجيش من التاني اهو بالشكل ده، ابدأ ان انت كده واحدة 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 واحدة، ابدأ تخلص المهمة بتاعتك اهو، تخرب الباراكورد عدله عادي مفيش مشكلة كده، يعتبر خلصنا اللف بتاعنا تمام تمام اهو بالشكل ده. روح مطلعين الاسود من هنا من الفتحة دي اهو، طلع الاسود من الفتحة دي كده زي ما انتم شايفين، نسحبه وهنبدأ نطلع بعديه الاحمر بيردب بالشكل ده، الاحمر مفرفش شوية عايز ايه يتلم ايوه، طلع بقى الاسود بالشكل ده، بعديها نطلع الاحمر اهو من هنا، طبعا تبدا تشد كده زي ما انتم شايفين، ده الشكل اهو بقى معانا، ده شكل السكينه اهو بقت ملفوفه بالشكل ده. طبعا انت عايز توسعهم عايز تضيقهم عايز تلم زياده عن كده تقدر بالشكل ده اهو، هنا بس نسحب ده كده ايوه بعدين هنديها ربطة سنيك
او ربطة التعبان، اللي هي ازاي؟ هندي ديت كده نص دايرة معكوسة اهي، وهنلف هندخل الاحمر من جواها بالشكل ده، وبعدين هنلف حرف الاحمر من تحت الميداليه كلها بالشكل ده، وبعدين هندخله جواها تاني ونبدأ نسحب على بره ونبدأ نلم زي ما انتم شايفين كده. دي تطلع معانا ربطة التعبان زي ما انتم شايفين كده اهو. نبدأ ان احنا نضيق ونلم الخيوط بتاعتنا على اصغر حاجة اهو كده. دي اول ربطة، تقدر تديها كذا ربطة متتالية لنفس الشكل اهو. خلينا نقول مثلا هي الأصلية كان فيها 3 ربطات، ادي التانية اهي، وادي التالتة، اضربها كده برضك بالشكل ده يبقوا دول 3 ربطات كده. ممكن بقى نفتح كيسة الاكسسوارات بتاعتنا تشوف عندنا ايه ممكن نركبه على الخيط ده بحيث ان يبقى شكله مظبوط معانا او شكله حلو. نفتح كده، ننزل ديت قطع من الاكسسوارات الخاصة بينا. ممكن نديها مثلا نقول جمجمة سيلفر، او نديها القطعة دي، نديها القطعة ديت ولا نديها جمجمة؟ مشكلة ان انتوا هتسمعوني بس، هكون انا عملت النصيبة. انا اقول دي شكلها حلو، قطعة الاكسسوار دي شكلها حلو. نبدأ كده نلحم الطرفين فبقى، او ندخل طرف تاني عادي. هي بس ده لمه على بعضه، خليه مدبب، والخيط الاسود برضك نفس النظام، لمه على بعضه خليه مدبب عشان يمر بكل سهولة. بعدين نحط الأحمر بالشكل ده ونمرر القطعتين اهو كده. بقت القطعة معانا جوه بالشكل ده. نبدأ برضك نديها 3 لفات نفس الشكل اهو. الأحمر الأسود يدخل من جواه، يلف من ورا الميدالية، يدخل من جوه الدايرة تاني، اسحب الأحمر واسحب الأسود وضيق كده على الميدالية بتاعتك وابدأ إن أنت اسحب. دي تعتبر أول ربطة. التانية أهي برضك نفس النظام، لفة وهات الأسود ده من ورا الميدالية وارجع ادخل تاني. كل ده ينفع على حتى سكينة بيت عادية جدا، يعني ممكن تلف على مقبض سكينة بيت عادية جدا ويطلع معاك شكلها في النهاية قطعة تحفة، قطعة تحفة فنية. انت نفسك هتنبهر باللي انت عملته. ونديها اللفة التالتة اهو بالشكل ده كده، ادي 3 لفات تمام. تمام، ممكن بقى نروح سايبين كده مسافة حلوة، حتة زي كده روح جايين مديين من هنا، ادي لفة تدخل من جواها بالاسود، برضك تلف من ورا الميدالية وتدخله جوه الاحمر تاني اهو تمام، وتبدأ تشد على خيطك بالشكل ده. تديها لفة وتديها التانية بالشكل ده اهو، وتديها التالتة بالشكل ده. واقول لك دلوقتي تختم ازاي. انت الختام اسهل حاجة تختم اهو، 3 في 3 اديناها التلاتة اللي احنا عايزينهم. هناخد الاتنين دول نفس الطول اهو بالشكل ده، نفس الطول، نبدأ
نلسع دي على بعضها كده ونلسع دي على بعضها من غير ما نقفلهم على بعض او نلمسهم، هما هينشفوا. ده بقى كده الشكل النهائي معانا للسكينة يا جماعة. اهو بقى ده الشكل النهائي اللي احنا توصلنا له في السكينة، بقى معانا بالشكل ده. طبعا اللي ما يعرفش القطعة ديت، انا حطيتها قطعة مكتبية اللي هي شعار القناة محطوطة كده على المكتب زي ما انتوا شايفين. ده الفينش ودي النهاية. قصة الابداع مفتوحة، يعني انت تقدر تلف لفة واحدة، تاخد الخيوط كده تلفها لفة واحدة، تكون عامل كذا لون وتبدأ ان انت مثلا تحط خط كده من بره دي وتسيبها زيادة، تروح جاي عشان ما تتعبش نفسك مديها كامل كده لف. منها بقى معاك خيوط باراكورد، يعني حاجة تنفعك في الرحلة في الصيد في البر، طلع لك حتة خيط تمسك لك عليها شوية خشب تعلقها بين شجرة وشجرة، تنشر عليها الملابس، تدق وتد لخيمة في الأرض تمسكها بيها. يعني خيوط الباراكورد ديت مهمة جدا جدا جدا، أهميتها يمكن تتوازى مع أهمية السكينة، خصوصا لو انت طالع رحلات هتستغرق منك يومين تلاتة اربعة خمسة في البرية او في الغابات او في الوديان والكلام ده كله، فبيبقى مهم جدا جدا ان يكون معاك خيوط الباراكورد. ودي حاجة بسيطة جدا عملناها قدام حضراتكم، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها، واتمنى لو انت لسه جديد وما اشتركتش اشترك وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد، ولو انت مشترك بالفعل ما تنساش سيب لنا لايك جميل وكومنت عشان نتفاعل معاه. شوفوا على خير ان شاء الله في المقطع اللي جاي، وسلام.